طيبي ما تاكلي قطعوني الناس كناكل ما عطاونيش كنمشي نشري من الحانوت ولا ما نقدر كاع ما ناكلش كاع والراجل ديالي الله ياخذ فيه الحق اختي تا هو مشى عيط للاذاعه ودار اللايف وهو اختي اللي خرج عليا وقف عليا قال لي باش تبقاي مشرده ما كانش كيجلس معايا الا جاي يجلس يومين ثلاث ايام ما مضرب كامل يشاري كيمشي هو اختي مبليس كيري كيمشي كيديع بس انا بغيش نصيفطو للحبس نقول حشومه على وجه الوليدات غنصيفطهم يقول لك فواحد النهار وصيفطتي لينا با الحبس ويلي راه عندي اختي راه نوريك راه مني عقلت على راسي وانا خديته وانا نوياها في المحكمه حيدوني انا وليداتي من الزنقه اختي راه حنا عائله الوليدات مساكن عياو كيمشيو بالسخين للمدرسه ما كياكلو ما كيناسو في خاطرهم متابعين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم معنا اليوم وفي إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية تنقلنا عند الأخت نادية باش تقسم معنا المشكل ديالها وهي أنها كتبات في الشارع بعد ما تعرضت للطرد من طرف الزوج ديالها وتعرضت أيضا للعنف الجسدي والمعنوي والمادي. اليوم الأخت نادية عارفين براسك وعارفين الناس بيك بعد خسي أنا نشدو نادية كنسكن في ضربة غلف خسي عاودي لينا فين كتنعسي فين كيف ما شفنا كتنعسي في واحد تريبورتور كنعس في الزنقة كنعس في تريبورتور أنا وليداتي شحال عندك من وليدات أختي نادية؟ عندي ثلاثة خسي الصغير عدو طالع في 4 سنين كتنعسو كاملين في الظهر ديال هذا التريبورتور كنعس أنا ولادي هنايا وخويا كيناس ليا كيفاش كديري كيجيكش البرد ما كتصب عليك الشتاء كاين البرد وكاين الشتاء اختي مرضنا وشراو لينا الناس الدواء وصحينا وعاودنا مرضنا كل نهار كنمرضوا بالبرد اختي حنا عارفين دابا كاين هذا الوباء ديال كورونا وكاين كيفاش كديري باش كيفاش غتعقمي كيفاش غتغسلي ما كاين لا تعقيم ما كاين لا غسيل لا والو انت تشوفي حتى ما كاينش لا ما خداوش الناس يصبنونينا ولا شي حاجه ما كاينش ما كاينش حوايجنا كلهم توسخوا وحالتنا كلها لا يرسال اختي اختي نادية قربينا من النهار ديالك اليومي كيفاش ملي كتفيقي كيفاش كتاكلي كيفاش غطيبي ما تاكلي فيقي عطاوني الناس كناكل ما عطاونيش كنمشي نشري من الحانوت ولا ما نقدر كاع ما ناكلش كاع مرضت دم ماكل الزنقه ملي كيجوك فلوس باش غادي تاكلي وراه الناس اللي داز مسكين يعطيني اللي قسم الله يقول لي كيفاش تغداي ولا كيفاش تشري الوليدات ولا عايشه مع الجيران كل ما كانوا الجيران كنا راه ما ناكلو ما والو ولكن اليوم الجيران غادي يعاونوك اليوم يعاونوك غدا حنا كنقولوا الايد لي تعيا الايد اللي كتعطي ما تعيا اللي كتاخذ وراه بالصحراء عياو مساكن راه مين خرجنا راه شهر و 3 ايام كانوا يجيبوا لي فطور يجيبوا الغدا يجيبوا العشاء تما عيا والله يحسن العوان تما مساكن عندهم مشاكل وما عندهم ولاد وما عندهم واختي هادشي اللي مكتاب عليا ما عندي ما ندير الله يصوم تماما والله يكون العون في ديال جميع الناس الحمد لله بعدا بقى شويه فينا شويه المحنه بقى الجيران اختي ناديه كنتي قبل خرجتي معنا بواحد لا فيديو مع اشواق انا خرجت ووقفوا معايا الناس وكانوا غيجيو عندي محسنين والراجل ديالي الله ياخذ فيه الحق اختي تا هو مشى عيط للاذاعه ودار اللايف وهو اختي اللي خرج عليا وقف عليا قال لي باش تبقاي مشرده تبقاي تي وليداتك في الزنقه قال لي هما اختي قال لي غنكري غنكري ليها وانا عندي 4 مليون ومستعد من غدا نكري ليها اختي من تمايا ما بقيناش لنا انا دابا يا اختي قال لك نعطيهم 4 مليون دابا اختي يجيب هذاك 4 مليون ويعطيوها لك وحيدوني انا وليداتي من الزنقه اختي راه حنا عائله الوليدات مساكن عياو كيمشيو بالسخين للمدرسه ما كياكلوا ما كيناسوا في خاطرهم لا يتسقسي وفي صراحه هذا الحال بالعانده اللي هي تشي ضد هو اصلا ما قالش معايا بداعي انا وياه في المحكمه يعني انا واقفه معاه على الطلاق يعني ديك السيد ما بيني وبينه حتى حاجه والو ما بيني وبينه والو
مشى كيسرع كيقول لهم انا كنكسيها وكنصبطها وكنوكلها وكنشربها وكنصير عليهم، وانا قال لهم مشيت عندهم بغيت نكري لها وهي ما بغاتش، وكلشي داكشي اللي كيقولها هضره. هو معروف كذاب، هو كيكذب معروف. ومشى جاب واحد صاحبو اختي كيسكن هو وياه، مشى هو متفق هو وياه مجموعين على البليه ويشهد. شهد قال لي اه راه هاد السيده من كيكون عندها كتدخلو ما كيكونش عندها، وانا هاد السيد ما قالش معايا، انا السيد لك لسعد دي نهار صافي كيغبر. قبل قلتي دابا شهر و 3 ايام انتي كاينه، شهر و 3 ايام اختي مع عمره ما جا طال، مع عمره ما جا شاف حتى ولاد، وما نجيب لك ولاد وسوق. فين كنتي اخت ناديه؟ فين كنتي؟ كنت كنت ساكنه في هاد الدار هنا الفوق. وقع لي وقع حكمت عليا المحكمه بالافراغ، انا خرجت للزنقه شهر دابا اليوم و 3 ايام هنا في الزنقه. يعني حكمت عليكم المحكمه بالافراغ لان ما كانش راجلك كيخلص؟ ما كانش هو راجلي، ما كانش كيجلس معايا كاع، ما كانش كيجلس معايا، الا جاي يجلس يومين 3 ايام ما مضرب كامل شهرين كيمشي هو اختي من بليسكيري كيمشي كيديع وشايفور كيمشي يديع. دابا هو اصلا شاد واحد الطوموبيل في الصحراء، هو كاع ما كاين هنايا. نهار شافني انا درفت اللايف باش ما يعاونونيش محسنين، جا الغد لين جا دار ليا داك المشكل وزاد في حالاته، من تما ما بقيناش شدناه. قدمتي شكايه؟ انا عندي اختي الوراق اللي بغيتي نوريهم لك هما كاينين. طبعا انا مداعيه انا ويا في المحكمه، باقي لي غير التنفيذ، كنقول لها حشومه ما ندخلوش الحبس، ولكن اختي ماني خرج لي على وليداتي وخرج لي على مستقبلي، وبغاني نبقى انا وليداتي بالزنقه. انا نهار غدا ولا بعث غدا اختي غنمشي نديهم ندفع. اختي ناديه بغيت نسولك، واش راجلك قلتي لي خدام؟ خدام شيفور يعني عنده الخلطه ديالو؟ كيشد اختي، راه كيشد هو كيشد 120 وكذب على ولده قال لي انا كنشد 80. حتى 80 راه ممكن يفتح بها انسان بيت. والله ما تشمي منا ريال، الا جا كيشري لولادو رايبي ودانون، رايبي ودانون هذيك هي الصاير. انا ما نكذبش، كيجي كيشري ليهم التخارف ديال الزنقه، شري ليهم بيمو ورايبو وداك الشيء باش يعطيني الفلوس ولا شي حاجه صحيحه، ما كاين والو. عارفك دابا كتباتي في الزنقه؟ عارفني كنبات في الزنقه، ومربى ما كيدوز من هنا وكيشوفني. ما كيدويش معاك؟ ما كيدويش معايا. ما حاولش يجمع غير وليداتو على الاقل؟ والو ما كاينش، قلت لك من نهار خرج بالتصريح من تما ما شناش. العائله ديالو اش كيقولوا فهاد؟ هو العائله ديالو هما بقاو فيهم الحال، قالك حشومه يدير معاك هكاك، هما حقاش خوته وداكشي عارفينه، وهما دعوا عليه قالك الله ياخذ فيه الحق. مبلي هو يعني. قالك الله ياخذ فيه الحق، ما بغاش يحيد منه هاد الكذوب والحراميات وهادشي، ما بغاش يحيد منه اختي هادشي. اختي قلنا شحال من عام ديال الزواج انت عندك دابا؟ انا اختي دابا راه 20 عام وانا 20 عام 20 عام وانا مجوج. نبي ولا جيتي تحسبي هاد 20 عام الله تلقاي ما كملش معايا حتى عامين جلوس. شي لاخر على قاش انا ملي كيكون عندي ما كنخليش يشرب، ما كنخليش كنصلي، ما كنخليش يدير بزاف الحوايج. هو لا هو مبلي بالشرام، مبلي بالبيران، مبلي بالزنقه يعني. هو عدو الزنقه اللي جابو النهار يديه الزنقه والقرعه احسن ليه من مرتو ومن ولادو، فهمتيني اختي؟ يعني هو كيفضل القرعه والزنقه على ولادو وعلى مرتو. هو في الصراحه كنتاسف اخت فتاة، كنتاسف جوج المرات، كنتاسف الحاله ديالك انت كامره، وكنتاسف الوليدات. كيفاش الوليدات غنقدروا نخليهم ينعسوا في الزنقه؟ البرد، الشتاء، كورونا، قلت الشيء، كيفاش غيمشيو للمدرسه؟ وراه بنتي راه كانت مرضت ليا مسكينه، حتى صحات عاد باش رجعت، حبسوها من المدرسه حتى الدواءات عاد باش رجعت. ولكن كيفاش غتمشي للمدرسه؟ تعقدات ليا اصلا، تعقدات، قالت لي ماما ما بقيتش باغا نمشي للمدرسه، تيقولوا لي كتباتي في الزنقه وكتنعسي في الزنقه. انا دابا تما لي ندير ما بقاش بغا يكريو ليا، قالوا لي انت محكوم عليك بالافراغ، ما نسكنوكش عندنا. انا دابا حتى واحد ما بغا يسكنني، حتى واحد في درب غلف ما بغا يسكنني. انت ما خداماش اختي؟ ما خداماش اختي، نكذب عليك انا كاع. عندك شي مستوى دراسي؟ انا خارجه من السابعه. يعني من الاول ملي تزوجتي بالزوج ديالك كان مزيان معك في الاول؟ اختي انا كنت عايشه مع والديا، الدار اللي خرجوني منها دار والديا. انا يا امي مسكينه الله يرحمها هي اللي هزت لي الدري الاول اللي الله ولدته، هي اللي هزاتو لي وهي كبراتو وهي اللي صيرات عليه. ملي ماتت هي ولدت الدريه الثانيه، هزا لي با مسكين الله يرحمه، هو اللي كان كيعاونني في الصير ويجيب لي حليب ويجيب لي ليكوش كلشي، وانا كنت كنمشي نخدم في الديور كنعاون هو شويه وانا شويه. انا اصلا دابا وليداتي راه خويا اللي هازهم وهازني، كون ما كانش خويا راه كنا متنا شحال هادي. يعني دابا اللي فهمت هو اصلا انت من نهار الاول راه بحال انت اللي هاز هذا الراجل. انا من نهار الاول اش قلت لك اختي؟ قلت لك 20 عام حسبي عامين ما قالش معانا، وانا ولادي كلهم كبرتهم، كلهم خدمت عليهم في الديور، كلهم ضربت عليهم سطالو الجفاف.
ولكن الدار كنت ساكنه في الدار ديال والديك وزوج بك في الدار مع دارنا من نهار اختي شو انا ساكنه مع دارنا حقاش ما كيجلسش معايا. داني مره كرا ليا في بزكوره مشى دخل الدريات وسكروا وشربوا جرات عليهم مول الدار. ملي مشيت للدار حتى كنلقى حوايجي خارجين وداكشي من سوت مول الدار قال لي راه راجلك البارح راه جاب الدريات وجاب الشراب وراه بايتين كاع الليل وما كيسكروا رانا جريت عليه. ما تحركتيش ديك الساعه ما درتيش بيه شكايه؟ اول كريه واخر كريه هي هذه. ما تحركتي ما درتي معاه والو؟ ويلي راه عندي اختي راه نوريك راه مني عقلت على راسي وانا خديته وانا وياها في المحكمه ما تنبغيش نصيفطو للحبس. نقول حشومه على وجه الوليدات غنصيفطهم يقول لك فواحد النهار وصيفطتي لينا با الحبس حتى كندعي وداك الشيء ملي كيقول تقول لي المحكمه تخلص الصيرو ولا تمشي للحبس كنجلس انا كنسمح ما كنبقاش نمشي غنوريك انا شاكوش ديال الوراق. دابا دائما المراه هو الشيء اللي كيكتف على الوليدات. عندي دوسي خاصني دابا نمشي نفذ عليه خلص ولا يمشي للحبس وانا ما كنبغيش ندير هادشي. ولكن شوفي هو اش دار ليا دار هذاك الشيء ضد انا باش ما يعاونونيش المحسنين. راك الشيء قال لهم انا ما نتسناش المحسنين يعاونوها المحسنين غيعاونوني انا وليداتي ماشي هو. انا ما عندي هذاك السيد ما عندي معاه علاقه هذاك السيد مفارقه انا وياه يعني بالقانون انا راه مفارقه انا خصنا غير هذيك الورقه تطبع وسالينا. اش كتحسي اختي فتيحه؟ كتحسي بحياتك ضاعت؟ ربحتي دوك الوليدات بعد ضاعت والحقره وبغيتك تشوفي العيشه اللي كنعيش وانا ما كندعسوش طيب ما كندعس سكريه الطوموبيلات ما كندعسيش والله وانا كندوي معاك حاليا والله الا مريضات فين نجيب لك الدواء الخيشه ديال الدواء. شاهدنا تماما شفنا كل شيء. اخت ناديه صراحه هاد يعني الحال ديالك كيحس في القلب صعيب ان الواحد الانسان يكون كيبات في الزنقه وفوق ريبورتور مفرش يعني قلع هو اللي غادي يحمك من الشتاء من الشماكريه من الكلاب ديال الزنقه قلتي تا هما كتعاني منهم صراحه صعيب الحال. انا كنتمنى ان النداء ديالك يوصل للقلوب ديال المغاربه وانا بدوري كنشكركم على حسن التتبع ديالكم. كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا حمزه بوقنادل شكرا والى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.